يمكن عادة مصري معاكم حتى للسبعة متاع الليل. سلم برشا على المستمعين واللي يتفاعلوا معايا واللي ساعات يسبوني وينقدوني وذي حاجة بلا سبان ما نعيشوش. اي لا لا، فما الناس اللي تحكي باحترام وفما العباد اللي بطبيعة تخرج على النص. اما كريم مثلا، كريم نصيري نشكره على رسالته بطبيعة اللي يتفاعل فيها معانا ويخالفنا في الرأي. يقول لي كنت سألت على مرياح هكا بالوقت، جاوب كريم مقنية قال لك راهو مرياح يستحق. وكريم عندي حتى راهو مشكلة مع مرياح، اما يستحق هو وغرام مكان مثلا مثلا فينجم تو يطلعوا لك جماعه الافريقيه. يا خويا احنا مرحبا باللي اختلفوا معنا الكل، مشاكل كبيره. نحيي كل الجماهير التونسيه اللي تبع فينا وندعيوا مره اخرى انه نضبطوا النفس، ورانا ماشيين كاس العالم ماهيش حرب، ورانا احنا تونس ماشيين مثلوا في الوطن. اي سيدي نستقبلوا تو ضيف خاص جدا اليوم في ضيفنا اليوم. في اليوم ضيفنا اليوم كما قدمته قبيلة رئيس اللجنة القانونية في فريق الترجي الرياضي التونسي الأستاذ رياض التويتي. تحياتي متر، أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا بك، نحييكم نحيي جميع المستمعين والأخوين الكل حاضرين. مفروض أنت أطول محامي في المحامين وأنا أطول صحافي في الصحافيين. أنا مش أطول محامي، نطلعوا بوديوم زوز. نعرف برشا محامين أطول ما شاء الله. سي العميد السابق أطول، سي إبراهيم. لا لا ما فهم برشا جيني امبوزون سي ابراهيم. برشا زملاء. لعبت باسكت؟ اي لعبت كرة سلة. مش برشا لعبت، لعبت من بعد قراية وتضربت في ظهري ومي لعبت باسكتور معناها الاوريجين باسكتور. والبداية مع الرياضة معناها اكيد احنا مش تعرفوا شوية عليك من الاول هكا في الحوار بتاعنا، بعد نمشيو للاكتواليتي وتعليق ناخذ من عندك بعض الاراء. كيفاش دخلت للقانون الرياضي؟ كيفاش دخلت للترجي الرياضي التونسي؟ والله دخولي للترجي كان صدفة. وقتها فما وقتها سي حمدي المد من 2008 انا دخلت. يعني سي حمدي المد مازال كان عنده عام اللي جاء وبدا يلوش في اشخاص باش يهيكل النادي، معناها باش يجيب باش يعمل الليجين سورتو لي كوميسيون، خاطر لي سيكسيون الفروع موجوده مع لي سيكسيون الكوميسيون. وقتها فما شخص ما وقتها مسئل على من جمله مسئل على دي جوريست من رجال القانون، فما شخص من اصدقاء ويعرفني انا قال لي عليه بون. انا كي مشيت حكيت معاه الحق المره الاولى حتى على سبيل ربما نكته شويه، هي كي حكيت معاه بون انا ما ريتش روحي الحق باش نقعد. قلت له انا نعطيك فكره كيفاش، خاطر انا بون نقري والبيرو وكذا ما ريتش روحي باش. قلت له نعطيك فكره كيفاش نجموا نهيكلوا الترجي من الناحيه القانونيه، كيفاش نعملوا لجنه كذا. وتفهمنا على اساس ستة اشهر اللي تو ما وفاوش، فهمتني كيفاش؟ وقتها في 2007 2008 اتفقت مع الرئيس حمدي المد على 6 شهور. مش اتفقنا 6 شهور، معناها نعملوا راي بعد ب 6 شهور ونشوفوا واحد. وقتها كان موجود زميلي وصديقي الاستاذ الياس ملوش اللي هو كان هو رئيس اللجنه القانونيه، خاطر انا قعدت من حتى ل 2011 عضو في اللجنه القانونيه. خذيت الرئاسه عام 2011. وبديت انا وياه بشويه بدينا نكونوا معناها في نوايات. من الاول بديت خممنا بيان سور في حتى في المستقبل. نتفكر وقتها جبنا معنا اول ما جبنا الاستاذ لطفي لرقط الصحافي وكذا عبد الباقي، وفما برشا في الترجي ما يتخيلوش اللي هو استاذ قانون. اي هو استاذ قانون واستاذ في فاك دروا. دونك جبنا معنا لطفي، ومن بعد بشويه جبنا معنا الاستاذ حسام الدين بوبكر، وجبنا الاستاذ معاذ بن زايد، ومن بعد هما الاستاذ بوبكر جاب معاه الاستاذ كمال العروسي، ومن بعد جاء معنا الاستاذ وليد بن صالح، وعملنا معناها لجنه على ثلاثه اجيال، جيل كبير شويه وجيل متوسط وجيل صغير، باش نحضروا وبدينا هكاك. والحق هذه مناسبه، يمكن اول مره تجيني فرصه باش نشكر برشا معناها رئيس اللجنه السابق الاستاذ الياس ملوش اللي كان عنده دور كبير باش اللجنه هذه قاعده يمكن حتى لتوا، لانه كان هو متراسها وكان هو محامي وعنده مكتب تبارك الله، مكتب معناها بيان ستركتوري. وقت انا حتى الاولاد نقول لهم راهو كان ينجم بسهوله تامه انه معناها يخدم ملفات الترجي من مكتبه. هو في عوض يجيب الترجي للمكتب وهو مشى للترجي. سي تري امبورتون سا. معناها لو كان ينجم بسهوله تامه، خاطر قبل كانت هكاك. معناها ناخذ انا مثلا ملفات الترجي ونقعد نتريتيهم وحدي، عندي مكتب وعندي دي كولابوراتور. الياس عمل العكس. وقت حكيت انا وياه واحنا فرد جيل وفرد عمر بريسك،
قابلنا وقتها فهمنا قلنا نعملوا اون كوميسيون تقعد اون كوميسيون تقعد وعملنا الفكره نتاع لي 3 جينيراسيون انا وياه لطفي هو اكبر منا شويه جبناه معانا وجبنا ناس اخرين وجبنا ناس اصغر اش خليها اللجنه لتو تقعد معناها موجوده ولتو لتو تخدم مي حبيت معناها جوبيرون اوماج على خاطر سي غراس ا لوي كوليت فما لجنه هكا باش نعطي الكلمه للولاد وسعد باقي اكيد وكريم وامين عندهم تعليق ما حبيت نسلك سؤال سامحني هو غبي شويه السؤال اما نجموا العباد يسالوه ما يسالش متطوعين ولا يخلصوا جماعه اللجنه القانونيه لا ماهوش غبي لا متطوعين هو شغبي سؤال بيني بالعكس انا نعرف انا مسالش انا وصلوها للناس حشاك من الغباء لا متطوعين سؤال متطوعين الكل لجنه قانونيه كلها متطوعه الملفات الكل متطوعين فيهم وحاجه ماهيش مقلقتنا بالكل احنا اولاد جمعيه بريتو وحاسين برشا فخر وبرشا برشا معناها نشوه ان نعاونوا في جمعيتنا ومن الاول احنا معناها ملي دخلنا نحن نخدموا متطوعين لكن نحب هنا نشكرك على سؤالك خاطر قلت لك شكرا وني جاوبتك عليه اللجنه القانونيه الحاليه راهي متطوعه 100% ومادامنا موجودين في الترجي رانا متطوعين لكن توا راهو الدنيا تبدلت هذه ديما نقول فيه هنا هذه فكره موجود انت في جمعيتك تخدم هذيك جمعيتي وتخدمها بالاحساس وبالوحده راهو سي فينيتو صار احتراف احنا يمكن ان شاء الله ليه اما يظهر لي احنا سي لا ديرنيير جينيراسيون راهوك احنا وفما حتى جمعيات اخرين فيهم زملاء نعرف يتطوعوا الجمعيات وفما جمعيات بالفلوس فما اي فما وماهيش حاجه خايبه راهي كونترارمون اس كومبونس ماهيش حاجه خايبه انا مثلا جيت تو تقول لي نقول لك مستحيل ناخذ فرنك على الترجي مستحيل فهمت خاطر انا نخمم هكاك سمحني سي رياض في نزاع الوداد سفر السويس التكاليف سفر تكاليف لا للجمعيه لا سفر لا سفر والوتيل ولا لا هذاك اما لا ما انا ماخذينش هو يقصد اجره هذه كمل فكرته وبعدها نتناقشوا لحظه دونك انا فكرتي وقلتها حتى في محاضرات وقلتها كذا يلزم نوليو نخمموا بالحق بروفيسيونيل مش نجي انا نعرف اللي مثلا فلان طبيب باهي ولا لا انا نجيب طبيب اللي يفيدني ونجيب المحامي اللي يفيدني ما عادش الفكره هذه نتاع اني متطوع نخدم جمعيتي توا حتى التوا شاده شويه شاده سامحني في الكلمه بين ظفرين باش نقولها وديما نقولها لهم انا زملائي في اللجنه القانونيه شاده بجماعه مهبله شويه راهي انا مثلا اولاد اللجنه القانونيه عيطت لهم مهبله عيطت لهم معناها يمشوا مهبله يجوا مهبله يا ودي مهبله معناها تجي تقول له انت محامي يبدا في مكتبه الاربع نتاع العشيه معناها تصور انت محامي الاربع نتاع العشيه في مكتبه تنبك خدمته تقول له هاي توا عندنا ريونيون فما ملف تلقاهم في البارك قبلك هذه باهي حاجه باهي ونحن فرحانين بها ونعملوها اليوم وغدوه بعد غدوه اما راهو الاجيال الجايه راهو سي فيني هذه يسمك تخمم تجيب لو ميور ونحن بديناها في الترجي جبدت على قضيه الوداد قضيه الوداد انا احنا جبنا معنا الاستاذ علي عباس والركباني دخلناها معنا محمد الركباني وحسنا فعلنا كي عملنا هكاك ما عادش هذا انا نعرف محامي عامله وقتها على بوك نتفكر علي اللي هو صديقي ونحييه عامله يمكن قريب 50 قضيه تاس ونحن انا واحد من الناس حتى في مكتبي ما عنديش الاختصاص هذاك كان عندي محامي تونسي عامل 50 قضيه تاس وتجيني قضيه كيما هذيك معناها قضيه كان يمكن نلقاو الفرصه نحكيوا عليها شويه بطبيعة. قضيه معناها ما عادش تتعاود باش نحكيوا عليها باش نحكيوا عليها بطبيعه بالتفاصيل نبدا معك جست انا خاطر ثم زوز جوان ثم مونك اغاني معناها المحامي يخلي البيرو نتاعه ويمشي لسويسرا يتخلص ثم مونك اغاني معناها تسمى انت تطوعت بالوقت نتاعك انت عطيت اضافه وانا نحكي على روحي ونحكي مثال باسم اصحابي في اللجنه القانونيه مانيش متقلقين بكل بالطبيعه هذا ما نشكوش فيه اما زاد هذا يطرح اشكاليه معناها لا قدر الله يبدا محامي كفء في الاختصاص هذاك ويحب جمعيه اخرى ما تنفعش به لا ما نجمش يدخل لا هذه يلزمها تنحى الفكره فوالا هذاك تو مثلا ذكرت علي عباس علي عباس يموت على اللي اسمه جمعيته المستيرة وناب ضد الترجي قبل صحيح ناب ضد الترجي قبل وبعد حتى بعد قضية الوداد بكل حاجة في بلاصتها فما دوسي كما انت نبت في قضية الشابة كما انا نبت الشابة ضد الجامعة صحيح والقضية الثانية كنت باش نوب فيها بركة فيها تضرب مصالح مع الترجي خاطر لو كان تصور انت مثلا الشتي ما مركاشك البونتو في 94 دقيقة الشابة تربح قضيتها وماشية باش تربحها المستير راهي تهز البطولة معناها أنت هنا ضحيت بالفلوس مع الشابة ما
باعتبار انك في الشباب تطلب الفلوس وقتها حكيت حكيت اون تروتر مع سي المكشر حكينا واعتذرت له وقعدت متردد وحكيت معاه بالكدا ومن الاسباب خلينا نقول من الاسباب اللي خلتني وسبب الاولاني ما ندخلش في قضيه كيما هذيك نربح انا قضيه خاطر انا كنت عارف اللي شباب تربح القضيه فهمتني ندخل في قضيه كنت عارف اللي شباب كنت عارف بالطبع النص واضح شنو فهمتني كيفاش ما حكيتكش على الاولى راه الثانيه النص للتذكير هنا انا مواكب النص حطه سي رياض التويتي وسي مارس نوسي النص هذاك من الاول احنا بديناه وقتها فهمتني دونك معناها القوانين الرياضيه الجامعه اي خدمناها وقتها ماهر في الوقت دونك هذاك سي وانا اخي خدمت قضيه الشابه سي جراس شنو موكراس الترج هي اللي عرفت باه القضيه الاولى هذيك امانه جوست في القضيه الثانيه فما كلمه حتى طلبت من جماعه انه يخليوك تكمل الكلمه حبيت نسمع الجمله شنو هي استاذ معناتها اذا كان وقتها الياس شتي ما سجلش الماتش بنقرد وشابه تربح القضيه بالتعادل وشابه تربح القضيه وشتي ما مركاش مستير لا فما حتى ديبا مستير في الشامبيون مستير توي الاولى في الكلاسمون لا خاطر وقتها كان شتي ما مركاش نكملوا قد تهز الاسبيرونس قد اما كي تربح الشابه باش ندخلوا فاك البونوس لو مستير ربحت النادي الصفاق في مباراة 2-2 في الجولة الأخيرة ولا. مستير تكمل هي صاحبة اللقب لو مستير ربحت وقتها لو مستير ربحت أما إلى وقت اللي وقت اللي جات القضية ما زالت وقتها ماش ما زال وقتها ماش ما زال نرجع معك أمين سمحني لا معناها جست نحب نقول انه كما قال سي تويتي يلزم المختصين المحامين يخلصوا باش يعطيو مع احسن فلوس هذه عجبتك كيف خاطر انا نحب من بعد السي رياض نهزوا المجال اخر هو مجال احتراف في مجال كره القدم قلت الكره قاعده تتطور والسبور قاعد يتطور بطريقه اللي هاك الفكره تخدم انت جمعيتك خاطرها جمعيتك معاشتك. والجمعيه خاطر انا نجيب اكس ويغريك خاطر ود الجمعيه ونعرف واحد اخر ينجم يكون خير منه هذيك هذيك وفات كريم كريم مقني ايه بون اول محاله ناخذ المصطلح اللي قالوا سرياض قال احنا نتسمم هبله نتاع كوره معناتها بين قوسين راهو شو مهبله جو مهبله نحكي لك انا تو ثم محامين صغار في الكلوب كيما احمد التونسي كيما في السي اس اس ثم متر مهدي الغريبي برشا 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 معناتها مهبله نتاع جمعياتهم ويخدموا بينيفول وما عندهمش مشكله وبالعكس حتى بالنسبه لي لهم جمعيتهم خاصه هذوكم المحامين اللي كانوا قبل في اولاد الفيراج وغيره راهو معناتها باش تلقى في الاخر باش تلقى ولكن انا المهم توا بالنسبه لي سرياض معناتها كفاءه الحقيقه نعيب عليها ممكن عدم الظهور الاعلامي المكثف ومن طون نثمن عدم ظهور الاعلامي المكثف الاثنين مع بعض علاش نعيب عليها مثلا عدم الظهور الاعلامي المكثف بما انه خاصه في ماتش في ماتش الترجي والوداد انه الحضور كان واضح مدروس وشكون يخرج وين يخرج وشنو باش يقول صحيح. واضح معناتها انا كصحفي ما عندي حتى علاقه بالموضوع نتاع الوداد والترجي نسمعهم نفهم شنو الموضوع بالضبط ونفهم كذلك انه كل شيء مدروس متناسقين واضح معناتها خدمه كبيره غير ما يقولها وما تخيلش قالها قبل صحيح. واضح انه مدروس زاد بيان كبير وحاجه اخرى وانا العصفوره تقول لي انه سرياض انه كان مساهم في قانون الهيكل الرياضيه الجديد لا بلا غير العصفوره انا نقول لك مساهم فعلي عنده معلومه كريم معناها وتم الاستنجاد به في اللجنه لا مش الاستنجاد الاستنجاد كلمه كبيره استنجاد انت وبقيه اللجنه فيها كونت لجنه استشاره وهذا بطبيعه لجنه خدمه عام بطبيعه اللجنه مش يعيطوا لها اي انسان معناتها باهين برشا زوز اسئله هذوما فقط نكمل السؤال على اللجنه تفضل برشا كلام ايوا انه القانون الجديد للهيكل الرياضيه جعل فقط لضرب الجامعة التونسية لكرة القدم في شخص الجامعة حاليا لأنه حتى حتى الوزير وقت اللي عمل كونفيرنس دو بريس كنت ضد سمعتك في اي اف ام قلت لاني ضد الوقت هذاك ماهوش هو لأنه ثم قضية شاب أو غيره ماهوش وقته بالحق ماهوش وقته خلي جاوبك ويكرس لي معناتها احنا مش نحيو ديمقراطية نتاع معناتها ديكتاتورية معينة نتاع جامعة التونسية لكرة القدم على النوادي سيكرس لي ديكتاتورية جديدة ديكتاتورية السلطة على النوادي يعطيك الصحة كريم ومع السؤال هذايا في نفس الإطار باش جاوبنا فرد مرة
خذيت شويه سي رياض التويتي ليتيكيت نتاع ضد الجامعه بعد ما دخلت في الفريق القانوني نتاع هلال الشابه وفريق الدفاع على هلال الشابه وفي لجنه الوزاره كذلك في ظل هذا كله كانه عندك موقف من الفيدراسيون فرصه باش نوضحوه ماي تفضل لا لا ما خذيتش نشوف ساعه مش لازم نفرقوا ما بيناتهم مساله قضيه الشابه ما عندها حتى صله بحكايه موقفي من الجامعه ما تنساش لينا محامي طبعا دونك لما اتصل بي رئيس هلال الشاب على طريق زملائي تتعامل معاهم هو راهي قضيه الشاب خذيتها يمكن اقل من شهر من اللي وفات قضيه الوداد اما الناس تعرفك في الترجي اي هنا في الترجي اي معناها انا محامي انا محامي تخليت على كاسكيت ترجي وقتها تخليت بين سور كاسكيت باش ندخلها في خدمته اذا كان جيت كمحامي اذا كان جيت مرتبط مع الترجي باجره الموضوع اللي حكينا عليه قبيله يحق لك انك في نفس الوقت على شرط على شرط ما فهمش تضرب مصالح مش حصريا للترجي لا 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 لا, لا 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 لو الترجي عنده مصالح مع الجامعه التونسيه لكره القدم لا لا لا, لا تفرض عليك الترجي انك ما تكون واضح وادق باش نكون اوضح الترجي عمرها ما فرضت عليه سي حمدي المدب ولا هو رئيس الجمعيه هو صاحب القرار عمره باش نقول لكم حاجه مثلا سي حمدي المدب سمع لي انا خذيت قضيه الشابه من الجامعه ما قتلوش وقت اللي كلموه معناها زعما كيفاش قال لهم حر هو محامي معناها هو الى لا بون رياكسيون قال لهم هو محامي يخدم على روحه كيفاش ما قتلوش قلت له ما عندي انا مربوط بسر مهني انا غدوه سي عبد الباقي ان شاء الله لا يجي يعطيني قضيه نقوم جي نحكي بها المال لا انا هذيك خدمتي وواجبي كي يجي انسان يعطيني قضيه نشوف نقبلها ولا ما نقبلهاش قبلتها خطريتها بخلاف الجانب القانوني وبخلاف الجانب المهني ريتها حتى امور نتاع معناها امور مبدئيه معناها شنو معناها اول مره صارت في جامعه في الرياضات الكل تو سبور كونفوندو في العالم اجمع وفي التاريخ نتاع السبور مودرن انها جمعيه تتمسح هكاك كيسكو سافا دير تو سا ونقعدوا نتفرجوا معناها انا خذيتها بور دو ريزون بور اون ريزون بروفيسيونيل خدمتي محامي يعني عندي مكتب محاماه نعيش منها المهنه هذيك تجيني قضيه انتريسونت وقضيه كذا بون ناخذها من حقي باش ناخذها ما فما حتى مشكل ما فماش تضارب مصالح لا مع حرفي في المكتب لا مع الترجي وقت اللي شميت فما تضارب مصالح في الترجي بورتو ما نخلصوش من الترجي تخليت على القضيه الاخرى الثانيه مخدي ما وحكيت مع سي رئيس الشاب وحكينا واحد وكل شيء وصل القضيه الاولى ما خرجتش لا 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 هما شوف هما خمسه قضايا المره الاولى خمسة قضايا أنا كنت موجود في أربعة واضح اللي تربحوا الأربعة كنت موجود فيهم مش واحد يرى أنا قضية الشابة ساهمت درجة المساهمة متاعي نخلي المسؤولين في الشابة يقدروها مانيش أنا باش نقعد نحكي عليها لكن راهو كانوا معايا زملاء من تونس الأستاذ محمد بن براهم الأستاذ محمد منوبي الفرشيشي الأستاذ وليد بن صالح كانوا خدمنا الملف مع بعضنا ومحامي من سويسرا اللي انا اتصلت بها على خاطر هو انا بضد محامين ينتميوا للافريقي كذا شوفوا بعض اللي تيجي ثاني اللي فيه ما بين الافريقي فهمتني المحامي من سويسرا اللي جبته ناب ضدنا ناب ضد الترجي في قضيه الوداد كان محامي الكاف كنا فريق راه خدمت في قضيه قضايا الشابه الاربعه القضيه الخامسه انا ما خدمتهاش الاسباب ما نحبش نرجع عليها ما تعرف هذه علاقه بين حريف طبعاً ومحامي ما نجمش ما عنديش الحق وحتى احتراما للناس زاد اللي عطاوني ثقه ما خدمتهاش اما ما مش خرجت جميع خذيت اربع قضايا كملتهم للاخر ورفعت فيهم للاخر دونك نمشيو للاستفسارات نتاع كريم نتاع الهيكل الرياضي ومساهمه الهيكل الرياضي ساعه بوم الهيكل الرياضي هي لجنه كونت راني انا موجود فيها اللجنه هذه من وقت سي طارق الهيب قداش ليه توا طارق الهيب تقريبا وتعاود 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 وكل مره يعيطونا ووقت صابر كله زير يجي كله زير يجي لجنه وانا رفضت من بعد اخر لجنه خدمت فيها مع سي بن ذياب باهي من بعد قلت ما عادش باش نمشي يزي بون فيونا ما عارفين الماء تدخلات وهذا منا وضغوطات وتعمل هذه وما تعملش هذه تدخلات شنو سياسيه تدخلات ضغوطات لا سياسيه رياضيه تدخلات هي راهو من اشخاص فاعلين كيف فيها للطلبه نتاعي يعني القانون شوف ما يتمش النواب وما يتمش طرح شوف ما نقول لك حاجه اليوم برك عندنا ماستر احنا في كليه الحقوق ماستر سبوري دروا سبور به اي عندنا ماستر ما شاء الله اي ربي يوفقك ان شاء الله اليوم الصباح برك نحكي فيها للطلبه نتاعي قلت لهم هذه سامحوني في الكلمه الكذبه نتاع اللي الرياضه ما فيهاش سياسه نحيهم مخاخكم سي با فري لو سبور سي في قلب السياسه الرياضه هي السياسه انا نشوفوا توا شوف الكوب دي مونت صاير
ريت الكومونيكي نتاع الفيفا العشيه فانتينو فهمتني يطلب فماشي هذه سبور مبني دو كوبرتان كان نون بوليتيك انت حاسين بون دونك وقت اللي قسيت ما عادش نمشي لها اللجنه لين جاء كمال دقيش كمال دقيش اللي هو صديقي اكثر من صديق بفاك دو دروا وزميل وصديق ونقدره برشا وأستاذ محنك أستاذ محنك وإنسان نظيف برشا فهمتني معناه الكلام اللي تقال فيه عيب على حكاية مشى شهد في عيب الكلام اللي تقال فيه فهمتني إنسان نظيف إنسان مستقيم يعرف السبور مليح سي ان غران سبورتيف تي شامبيون تونيزي في التريبل سو وترأس زوج جامعات وأستاذ من خيرة الأساتذة اللي أنجتهم الجامعة التونسية كلمني صاحبي كيما أخويا متقابلوا كل يوم في الكلية قال لي بربي كذا 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 جيت به جينا عملنا لجنة تعدي الباساج الاول نتاعو بدينا نخدمه شكون اللي فيها لازم ها شكون اسات تنقول لك الباساج الاول نتاعو موقع الدار 4 شهور المره الاولى صار جات سهام وخذت سهام ما نعرفش اللجنه خدمت ما خدمتش اما انا ما عيطوليش خدمت لجنه اخرى ما نعرفش باه من بعد كي رجع كمال عاود عيط لي وخذيت بخاطره مره اخرى بحكم الصداقه وخدمنا عام كامل خدمنا عام كامل لجنه فيها أربعة أساتذة جامعيين اللي هما نسميهم لك هما لطفي لرقت الأستاذة زهرة سمالي اللي هي مختصة توسكي فينانس وفيسكال وواحد وكل شيء أستاذ مالوريزمون يحكي قبيلة يقول لي أنت قليل الظهور من هذايا أستاذ خسارة الناس ما تعرفوش اسمه الأستاذ منصف بن زايد يعرف مليح لسبور انترناسيونال يقري في كلية الحقوق بسوس يعرف بالكدا لستركتور انترناسيونال ويتبع مليح في الحوكمة الرياضية في الواحد وانا كأستاذ جامعيين وفيها إطارات عليا من وزارة الرياضة قعدنا نخدموا عباقي يمكن من أكتوبر وقتاش ترجع كمال للوزارة أكتوبر تقريبا حاجة كيما هكا وكملنا عملنا باركونتر المرة هذه ما جاتنا حتى ضغوطات خدمنا أريزون دو اجتماع بتاع 4-5 ساعات 6 سوايع كل جمعة ورئيس اللجنة هو لطفي لركت فهمتني وخدمنا كل نهار جمعة صباح نتقابلوا نعملوا 5-6 سوايع بريسك مرة في الجمعة حتى في السيف معنا واحد كيما موسى بن زايد نحب نحيي لأنه يعني يجي من سوسة كل ومرة أخرى بالتطور مخذينا حتى شيء ومش مزيه فهمت خدمنا حضرنا مشروع خدمنا على القانون المقارن خدمنا على سيرتو على نقول لك 3 بلدان ركزنا عليهم في قوانينهم المغرب مصر وفرنسا باش ناخذوا فكره هكا شويه وخدمنا كذا نجي لسؤالك تو هذه حكايه عملنا قانون ضد الجامعه التونسيه لكره القدم هذه حكايه تعطيك في الطرف المقابل هذه حكايه سامحني معناها مش معقوله لا فرصه باش نوقفوا القانون لا هو بركه كل حد عنده راي ومش صحيح بينتمي لاحد النوادي لا مش مشكله شانينا في الانتماءات اما باش تعمل قانون ضد جامعه ساعه ولن ما تجيش حتى التكنيك مو ما تجيش واثنين جامعه راهي ما تستحقش تعمل قانون إذا كانك أنت عندك معها مشكلة ولا عندك كذا راه ما تعمليش قانون. أشتو قانون شو معناها ضد الجامعة؟ ما يجيش الكلام بيدو مبهم ما يجيش به. ها باش نقول لك أنا خاطر قانون الهياكل وحده راه يستحق مش حسة برك بتاتر كي يخرج كان يخرج ولا كان ما يخرجش. في الحالتين دباء. أي في الحالتين دباء على خاطر جاية أخرى بحذنا. مرحبا على خاطر أنا نعرف. جدا اللي يقول فيه. راهو اليوم عملنا ندوة صحفية على قانون هياكل لم يعرض إلى مشروع قانون هياكل. مشروع راهو شوف. ولم يعرض ما نجموش حتى نتناولوه حتى نحبوا نعملوا بلاتو باش نحكيو عليه ما عندناش القانون قدامنا باش نحكيو. لا هذاك اختيار من عندنا نحن نقول لك علاش جوستومون ومن الأغلاط اللي صارت هو أنه مشروع خرج مشى لبعض أشخاص. تسرب. وي تسرب. تسرب شكون نحن ما نعرفش ما نحبش ما نحبش ما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش اما خرج خرج فقد القوة خرج و... احنا علاش خاطر توا ما هذاك علاش انا مثلا مثال يقبل مني هو صديقي وخويا كمال دكيشرة علاش انا كنت ضد خروجه للاعلام اولا خاطرنا اتفقنا ساعه عملنا اتفاق وعملنا بلان كوم راه باقي عملنا بلان كوم وكنا باش نجيبوا معنا حتى دي كونسيي كوم معنا احنا قلنا له رانا باش نواجهوا الاعلام تاع تونس كل واعلام مش ساهل الاعلام تاعنا دونك احنا ماناش مختصين معنا لطفي سيفري اللي هو صحافي عنده اكثر من 40 سنه لكن لطفي دو لوتر كوتي تفهمنا باش نعملوا بلان كوم فهمنا مع الوزير راهو باش نعملوا بلان كوم ونجيبوا معنا دو كونسيي وحتى اسامي خرجت شكون باش يجيو لي كونسيي من خيره الاعلاميين نتاعنا في السبور وحتى مش في السبور
باش نجيبوهم باش يعاونونا وكنا باش نعملوا سكون ابيل دي زيتا جينيرو معناها باش نخفوا قدامكم الكل بوتيتر نهار كامل فهمتني شنو اللي صار تو علاش انا قلت كان خرج ولا ما خرجش هو فما تخواز هيبوتيز خاطر التفاصيل راهو ما عندناش وقت باش ندخلوا فيها تخواز هيبوتيز يا باش يخرج كيما هو يا ماهوش باش يخرج جمله يا باش يخرج محور بعد تحويرات رئاسة الجمهورية فهمتني خاطر ما عندكمش فكرة شنو اللي صاير الضغوطات اللي صايرة تو بلي شنو الانجو باش تصير الضغوطات برشا انجو برشا انجو برشا شوف انا باش نقول لك حاجة انت تبارك الله عليك صحافي ذكي برشا وانا مانيش في الكيك دونك بالعكس هو يقول لي شنو لونجو معناه يحب يدخل لي في المحتوى يعرف لا لونجو معناتها انا اليوم باش تصير ضغوطات نستدرج فيه تبارك الله عليك علاش ضغوطات هذاك نكلم زاد وساعات ما يخزرش عيني هكا وساعات نسمعوا زاد نسمعوا في الاذاعه لا كريم في ديوان ما شاء الله عليك كريم مقني مناسبه هنيته قبيله ونهنيه توا بالبلاتفورم حاجه باهيه فرجت عليها بلاتفورم فاي هي تبارك الله عليهم فهمتني دونك المحتوى نتاعو هو اللي باش يعمل الضغوطات على خاطر ها نقول لك غير ما ندخل في التفاصيل انا ملتزم تفهمنا ما نتكلموش مانيش باش نتكلم على المحتوى في علاقه ما غير ما ندخل في المحتوى في علاقه بالامور الماديه للانديه لا 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 الامور الماديه للانديه ولا بامور علاقه الجامعات بسلطه الاشراف لا 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 ما عندها حتى علاقه لعلاقه الجامعات سلطه الاشراف لحد شيء في علاقه في التنظيم نتاع الهياكل الرياضيه سورتو لي فيديراسيون اللجنه الاولمبيه اي لي كلوب هذاك القانون خاطر نحنا جوست نعطي كي دخلنا بفكره ما دخلناش هكاك لقينا اللي السبور في تونس السبور لقيناه انا كتبتها في ارتيكل بعثته لك عبد الباقي قلت فما دي سبور وقراته بمتعه عايشك سينيستري وضع السبور في تونس كيفاش لخصوه بون ايماج تري تري رابيد معناها السبور قبل 2011 كانت الدوله بارك عليه وهي اللي تعمل في كل شيء كأنها باتو كان هكا في عوض يرجع في الوسط رجع تقلب شيرة الأخرى ولا سبور خرج توتالمون على الدولة وهذيك غلطة فظيعة غلطة كبيرة اللي هلك السبور في تونس من 2011 لتوا هو أنه مالوروزمون بعض المسؤولين الرياضيين نحبش نسمي الأسامي مشاو فك الاتجاه نتاع الهياكل الدولية وما كذا استغلوا ضعف الدولة وهربوا بالقطعية هربوا بالسبور أنا ديما كلمة نقولها نقول راهو في تونس السبور علم تونس تنحى من فوق السبور تنحى كومبليتمون من فوق السبور سي دونجورو فوالا والقانون الجديد هذايا انا سميته خوله رشيدي فكروها خوله رشيدي اكل طلعت العلم طلعت رجع في فهمتي كيفاش هذيك الفكره بس سيريال راهو انا نجم شنو الفكره علاش خذيت المقاربه هذه سامحني سؤالي انا شنو الروح نتاع المشروع لا لا معناها هو قال لك الضرب وتنحى الضرب هي رجعت الضرب المقاربه هذيك احنا رجعنا الضرب شنو ما زلنا ما رجعناش ما حبينا نحبوا نرجعوا الضرب رحنا كيما قلت للعالم الكل راه كبيرك سيريال ما عندنا وقت لانه معناتها انت تبارك الله سلت سلت لا 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 النواب مازال شهر يحكي لك مش على الحصه شوف القانون هذا مرسوم هي يخرج في مرسوم رئاسي في الوقت القريب القادم تقريبا باش نرجعوا للسيناريو نتاع مجلس النواب السابقه انه المشروع يمشي للجنه ومن اللجنه يتعدى لجنه اخرى ومن اللجنه الاخرى يتعدى يقول صباح الخير للجنه الاولى وبعد يتعدى يقول صباح الخير شوف نجم رئيس الجمهوريه يعدي شوف نجم يتعدى هذا فريمون كل حاجه نجم اي انا تو نحب رايك في الموضوع هذا انا ما عندي حتى راي انا تو اللي راه فيه تو الضغوطات الموجوده تو وبهاللي صاير تو منين الضغوطات الضغوطات جايه من الشيرات اللي حست روحها اشخاص ضغطات من المنتفعين من قانون هيك الحالي على خاطر في على خاطر على خاطر المشروع ادعي نقول انه نظم برشا حوايج وعقل برشا حوايج ورشد برشا حوايج من هيكله اخرى مش هيكله اخرى اشخاص كان ما يعتقد انه عندهم حمايه دوليه عندهم حمايه واشخاص دولية. اللي كذا اللي ربما حسوا اللي هما بتمسوا به القانون هذا وفقدوا زاد شويه صلاحيات على خاطر راهو على مستوى التقاضي الرياضي وعلى مستوى برشا حوايج راهي اذا كان النص تعدى هكاك راهي باش تتبدل ما نجموش نرجعوا بجلسات عامه كيما الوقت الخاضر ما نجموش لا ما نجموش كريم راهو ينجم رئيس الجمهوريه في العطله البرلمانيه يعدي مرسوم القانون في العطله البرلمانيه رئيس الجمهوريه عنده السلطه هذيك الجلسه العامه تنجمش تحكم في قانون مستحيل سؤالي سريان معاش كنت تنجم تقول لنا شنو الروح نتاع المشروع قانون هيك الرياضيه هذايا في زوج جوانب الفصل 21 بقى كيما هو لا وإذا لا لا ما بقاش هو لا الفصل 21 يعطي السلطة سلطة إشراف ما بقاش والبينيفولا باش يقعد في الجامعات الرياضية وذا
لا هذيك حاجه ما تخصش الدوله، تخص تنظيم الجامعه في حد ذاتها. على خاطر الجامعه كي تجي استاتيو نتاعها هي جمعيه، لا هذاك ما يهمش. ثم الفصول على الرقابه الماليه استاذ، فما باش تقول كافحه شويه في بالي. لا 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 باتيتو، فما حتى شيء كاسه راه بالحق والله ناكد لك. فما حاجه متر تفضل. نتفكر انا تو في ديزون تقريبا وديع الجري حضر مشروع قانون هيكل مكتب الجامعي جفدير، شفت حضر مشروع. حبيت تقول لك فوالا اللجنة استأنست به المشروع وريتوه شنية ما ريتوش إذا قدموا مع أحمد قعلوه الوقت ذلك ركبوا على روحه، مش حتى على جماعة كرة قدم، على روحه هو مستحيل نستأنسوا بهذاك. شنية اللي ديفايونس اللي فيه؟ مش كي ديفايونس، ما فيش حتى ديفايونس كي تاخذوا ما في حد جستمه، ما في حتى ديفايونس، أما ركبوا على روحه. وأنا قلت له راه نهرتها سي تدير معناها عمل القانون كأنه الجامعات الكل كما جامعته هو، وكأنها الجامعات الكل مسيرة كما جامعته هو. مش ممكن سيبالك، مش ممكن. فما مبرجة ماشي خليتوها كوتيب. أنا ما لا 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 مغزرنا له الجملة، مغزرنا له الجملة سيري. هذا ما خرجناش من عندك بسكوب في الموضوع هذا متاع الهيك الرياضية، أما ثم سكوب نعتقد ونعمل على صراحتك نحب نخرج به اللي هو نتفكر مرة في تصريح عامين ثلاث سنين التالي عن 2019 في قضية الوداد ولا الترجي. كنت قلت من بعد ثلاث سنين تجم تقولها، كنت قلت انه الوداد عملت غلطة كبيرة قانونية، لو كان ما عملت ايش كانت تربح القضية. تو الترجي تو الترجي ربحت القضية. عاودت قلت انت شنو الغلطة؟ قلت شنو الغلطة؟ قلت الغلطة اللي غلطتها الوداد اللي كان ممكن خليني ساعة تربح القضية. البول صعيبة اليوم، اللعبة كاسحة، سيبت الكورة انا سيبت الكورة، جبتوا لي رونفور خويا جاي مع صديقي عبد الباقي وانت جبتوا لي تبارك الله. هذا صديق جديد خونا كريم مضيفنا. مازالونا حكاية 10 دقائق دونك نحاولوا نختصروا في الإجابات. شوف بالنسبه لقضيه الوداد كلمتين. قضيه الوداد راهي اللي نحب نقوله وشرت له انت، مستحيل كانت تتربح قضيه الوداد لو كان ما جاتش الفكره نتاع انه تتخدم في تونس. شو معناها في تونس؟ هذا لازم نقوله سي جوتيان الوديخ، ما جاتنيش الفرصه باش نقوله. راهو القضيه هذيك لو كان القرار ما خذاش سي حمدي المدب، خاطر نهارتها وقت روحت من باريس وقت قرروا باش يعاودوا الماتش كانت تفكروا في باريس، الدنيا تقلبت وحتى سي حمدي والناس الكل كلموه، ما هو مكاتب في سويسرا هاو ترشكون هاو اكس هاو ايغريك هاو، عيط لي حكي معايا قال لي ايش رايك؟ قلت له راهو انا في رايي ما استحقوش. حكيت انا وسي الهاشمي جيلاني وانا سي حمدي وكل شيء، قلت له راهو اللجنه القانونيه راهي تنجم نضيفوا لها علي عباس خاطر عنده خبره اللي احنا مع لمنا الكل ما تلقناش خبره علي عباس ومحمد الرباني في التاس، فهمتني؟ وقلت له ما استحقوش محامي سويسري خاطر فما مسائل لازم تكون تعرف القانون السويسري. هذاك اللي صار بالضبط ومشى معايا قال لي انا شتو في كونفيونس، وانا هذيك مش رمي ورود ولا حاجه، انا هذيك مثلا سي حمدي المدب مستحيل ننساها له، مستحيل ننساها له. كيف يجيك يقول لك انا راني شتو في كونفيونس ويمد لك ملف حارق راهو معقد جدا، ملف راهو البريسيون اللي جاتنا فيه بريسيون كبيره برشا، هو ملف القرن في الترجي. الترجي عمرها ما صارت لها قضيه كيما في افريقيا تقريبا في الكره الافريقيه. هذه الاولى ساعه الاولى اللي خدمناه في تونس، الدوسي تخدم في تونس بكفاءات تونسيه بمسؤولين الترجي الكل ساهموا فيه، بيان سور لجنه قانونيه الحباء سحقينا باش نعملوا مونتاج نتاع لي فيديو، ان سوبورتير سامي بن بلوكه ولد عبد العزيز بن بلوكه الواحده كلمناه مسيكن وضيعت الكلي انا عاودها لي، المترجم يحب الترجي تخدم في الترجي، الملف هذاك تخدم في الترجي، عاوننا عليه ومحمد الركباني بارك الله فيهم يعطيهم الصحه، لكن تخدم الدوسي في الترجي. وهذه غلطة مثلا الوداد عملتها، الوداد خذت الملف وعطاوه الكابيني في سويسرا، كابيني باهر أو كابيني كبير لكن ما تخدمش بالحبال كما قال هو. هذه الأولى رجعنا لها حكاية الحبال لا ساجو تيان ألو دير. نرجع لملاحظتك أنت أخذت خروج الإعلام لهنا، زاد نحب نحيي زملائي سورتو نحب نحيي علي عباس محمد الركباني. علاش؟ خاطر عملنا استراتيجية تقبلنا من قبل ما نخبو من الحوايج اللي تحطت من العناصر الأولى سي لا استراتيجي كوم، خاطر المغاربه تتفكروا الكل قلبوا الدنيا. أوه. قلبوا الدنيا، قلنا احنا نعملوا استراتيجي كوم بالفكره اللي خرجت، والله ما نعرفش حتى شكون اللي جابها، قال واحد برك يتكلم، واحد برك، واتفقوا الكل على انه انا باش نتكلم. عام ونص باش كابيني كيما الركباني وعلي عباس يخدموا برشا تاس يقبلوا يقعدوا ساكتين هما ماخذين الملف، هذه يسحقوا عليها التحيه. فما تفضل الغلطه اللي قلت عليها انت، هما حبوا يعاودوا الماتش رابيدمون، هما حبوا يعاودوا الماتش
الماتش ما تنجم الكاف ولا التاس تاخذ قرار الماتش الا في اطار عقوبه ضد الترجي. ما ينجمش يجي في اطار اخر. وهو اش صار؟ هو صارت عقوبه ضدنا نحن. المره الاولى عاقبونا بفلوس ويكلو وهما عاقبوهم بفلوس. دونك انت باش توصل تعاود الماتش يلزمك تستين في قرار عقوبه الترجي وترفض. تقول ليه راه الترجي ما تسهلش فلوس بركه يلزمها تشديد. يلزم العقوبه تكون تتشدد قالوا الماتش يتلغى ويتعاود الماتش. هما استنفوا عقوبتهم برك وخليوا عقوبه الترجي تولي نهائيه. دونك ضيعوا على روحهم فرصه كان قدامهم فرصه جست متر. نعطي معلومه في الاطار هذا خليتكم تتفاعلوا وخليت الفرصه الكريم زاد علي عباس ومحمد الركباني تعرفوا شنو مهمتهم تو المحامين نتاع فريق الوداد البيضاوي المغربي يخدموا على روحهم اما عندهم فتره ملي ولاو معناها المحامين نتاع الوداد ولا النزاعات الخارجيه قلت لك نبيعوهم في قضيه دونك جابوهم لا بالعكس كما كواليك حتى بعد القضيه هذيك نابوا ضد الترجي ما فما حتى مشكل بين متر بين قوسين نذكر انا علي عباس انا في طار التواصل مع كلامسي تتفكر ما مهدي قداش المره نتصلوا بيه نحب ناخذ انفورماسيون ما يعطينيش حتى بالتليفون تعطيني المعلومه يقول لا ولا مع البليش نتكلم سرياض نذكرها هذه اللي خرج الاخبار سرياض تويتي في الراديو كل هو استراتيجية عملت اما راني ما خدمتوش وحدي الملف سي تري امبورطون ممتاز خدموا فريق كامل وقت سير لجنه قانونيه نتاع الترجي ومعنا علي عباس ومحمد الركباني نحب نسلك زادة رايك تو في اللي صاير تو باهي عندي زوز مواضيع نحاولوا نكملوا بهم الحصه خاطر باش يكون الموضوع ديبا كبير. الموضوع الاول نتاع انه كيفاش رجعت الشاب حبيت ناخذ رايك معنا بعد اذنك الفريق وطريقه ادماج هلال الشابه والبوليميك اللي صارت لكل كيفاش انه الجامعه ما عودتش الرزنامه فينالمون وادرجت الشابه في المجموعه هذيك. هل انه فما مثلا مآخذ قانونيه على المسار هذا ولا لا بما انه انت كنت تتوقع وصول الشابه معناها لا فما حتى اللي عملته اللي تسبب في هذا الكل هي الجامعه ولا بليتو رئيس الجامعه وطريقه عوده الشابه طريقه عوده الشابه طريقه عاديه سليمه جدا من الناحيه القانونيه واللي تسبب فيه هو الطريقة بتاع التعامل في الهياكل ما يسمى بالهياكل القضائية للجامعة اللي مثلا احنا في اللجنة القانونية وتحب سكوب نعطيك سكوب عنا 6 سنين ما عادش تعاملوا معها راي اللجنة القانونية بتاع الترجي كيفاش ما عادش تعاملوا ما عادش تعاملوا معها انت تمثل الترجي لا ما عادش تعاملوا معها مع الجامعة مع الجامعة ومع الليجان هالكل اش معناها؟ اللجنة القانونية نتاع الترجي ما عادش تتعامل مع الليجان القضائية وبقيت جاني دوسي انا باش نطلع اللجنة القانونية ما تتعاملش به شو تعمل مال؟ دبر روسه منظوري علاش نقول لك علاش؟ هاو نقول لك علاش؟ لا منظوريكم الليجان الوطنية هاو باش نقول لك علاش درجات تقاضي على خاطر 6 سنين التالي ملف احنا ديما ناخذوا الملفات ادو نخدموا انا الاستاذ كمال العروسي بعد تسببنا نحيو 6 نقاط للترجي على خاطرنا ما فهمناش السيستيم اللي تخدم به الجامعه كنتوا تنجموا تسببوا اي شويه برك على خاطر احنا خدمنا بالقانون في بالنا ماشيين في ملف احمد العكيشي ما حبش ندخل في تفاصيل خاطر ما عادش وقت لا مش لتوا لا ملف الترجي الفلوس الترجي مش طرف فيه خلاف بينه وبين لاجونتي اي الفلوس والله شويه برك عبد الباقي ولينا حين رئيس الجامعه 6 نقاط وهدده من وقتها وقت حكم صادر من لجنه النزاعات في الجامعه مش يهم الترجي راه اي مع لاجون تاعو بين لاجون ولا 500 مليون من وقتها نحن دخلنا بالقانون احنا عندنا فلوس اعقلهم لاجون بين يدينا يزمك تشدهم عندنا فلوس نتاع العكيش جا لاجون عنده حكم اعقلهم بين يدينا شديناهم الفلوس قال لك لا تعطيهم للعكيش من نهارتها يا رسول الله قلنا لهم سيفيني وكيفاش خرجتوا منها العمليه معناها فختوا عطاو الفلوس عطينا الفلوس رصاد الترجي عطينا الفلوس مبلغ اللي هو تقريبا اكثر من 50 معناها السمسار يخلص على جهد الملاعب يخلصوا قبل الملاعب والله سي فما سؤال اخر مهم جدا حكايه التدخل السياسه في الرياضه والتهديد نتاع الفيفا والرساله اللي تبعث من الفيفا موقف الاستاذ رياض التويت شوف الموقف باش نكون بصفه عامه باش خاطر ماش وقت وتتطلب برشا لازمك 5 سوايع مش ساعه باه اسمعني شوف المساله هذه مالوريزمون نقولها في تونس ماناش فاهمينها بالكل ما ندعيش انا فاهمها ماناش فاهمين شنو معناها لو موفمون سبورتيف انترناسيونال ما فهمناش التعامل هذا مع الهياكل الدوليه راهو توا اطروحات دكتوراه قاعده تتعمل عليها ماناش فاهمين اللي راهو باش نقول حوايج متناقضه راهو اللي مستحيل شخص ينجم يغلب دوله مستحيل مهما يكون مهما يكون مهما يكون ما عليه كان في جي نهار وباش يطيح
ثاني حاجة دولة أنت وين باش تتعارك قبل كي تعاركوا قبل نزال العرك نتعاركوا هنا نربح كان نتعاركوا غتر كي باش تمشي لهم الهياكل أنت باش تعاركهم في مجالهم راك باش تخسر مستحيل تنجمهم خاطر هو باش يغلبك يغلبك بالإسباس كأنك أنت باش نعطي إيماج خاطر ما عنديش برشا وقت كأنك أنت تتعارك مع الطير كبير يهزك ويمتحب يعمل لك ويطير ماش نجم تخلط عليه هو ما يطيروا بجناحاتهم علاش فسر لي نفسر لك هنقول لك علاش خاطر جملي زاد الفيفا لا لا هبش نقول لك خاطر الفيفا عندها ان اسباس انترناسيونال تتعامل فيه وهي تنظم في الـ في الـ في الكومبيتيسيون اليشيل انترناسيونال وسيت ان سيستيم يونيتير معناها ما فما كان الفيفا تنظم مسابقات ومونوبول سيت ان سيستيم ايرارشيك معناها هابط بالايرارشي سيستيم يونيتير موحد وسيستيم مونوبوليزون معناها هي برك دونك انت تخسر عليك تقول لك ما عادش تشارك ونوديك ما عادش تشارك والمنتخب نتاعك ما عادش يشارك تخسر عليك هذيك ما عادش نجم تعمل حتى شيء معناها معناها الى حد الان تعتبر الكره التونسيه مهدده فعلا لا 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 ديكتاتوريه نتاع الفيفا انا كيفاش ديكتاتوريه معناها سيريا كان باش تدخل معاها سامحني كان باش تدخل معاها في عركه كيما هذه باش تخسرها وتخش في الدره نتاعها تربح تطير تطلع جناحها وتطير انت كيفاش نجم تربحها انت كيفاش نجم تربحها كي تجيب العركه اللي كنتي جيب لها انت دوله دوله راهو دوله تعرف شو معناها دوله دولتك يعني. دوله راهو حتى مش حتى بقوانين انت دوله بقراراتك سيادتك دوله والغلطه اللي عاملينها الكبيره ياسر في تونس غلطه فظيعه سي كو ملفات هذه نتاع الفيفا والترشنيه وعلاقه بالهياكل الدوليه نتعامل معاها كانها رياضه سي با دو سبور راه سيد لا بوليتيك ماشي غلطه اخرى سيد لا بوليتيك سامحني نكمل التعامل الاعلامي معاه لا لاش علينا الاعلامي راهي ماهيش سياسه ماهيش حتى سياسه خارجيه خاطر سياسه خارجيه راهي نتاع دوله هي سياسه دوليه احنا الغلطه الكبيره اللي عاملينها سي كو الملفات هذيه معطينها لوزاره الرياضه غلطه كبيره غلطه انا وقت اللي كتبتها دنرمون راهي الدوله اللي متسببه في الوضع هذا اللي وصلته كره القدم والعلاقه عاجبك الوضع اليوم نسمع في كلام معنا اصدقائي انا المكتب الجامعي ولو اني نقدتهم برشا هاو اس دي سي تاو من شنو هاو كذا هاو رئيس الجامعه مش هنا اللي هي كذبتها الجامعه من بعد مش علينا كذبت ولا الجامعه الجامعه ساعه دو سيكسبليكي علاش رئيس الجامعه غايب قبل ما تكذب الساعه دو سيكسبليكي فما رئيس جامعه في العالم في الرياضات الكل شهرين مش في بلاده قال شنو قال عندي واحد ان شاء الله ما يطلعش الكلام صحيح نتمنى انا عمري ما نتمنى الواحد يكون عنده مؤاخذات قضائيه اما الكلام اللي قاله هو اعتداء على الذكاء نتاع الناس ما قلتيش فما تهديد ولا لا التهديد يجيك التهديد يجيك على خاطرك انت مشيت له انت تجيبه معاك ها نعطيك مثال صغير خساره ما عادش عندنا وقت نعطيك مثال اللي صار في فرنسا توا رئيس الجامعه ووزيره الرياضه اللي هي تجي في عمر بنته ما خلتلوش بضخامه وبك الستيل نتاع الفرنسيس تروا كوميسيون دونكيت هبطت لهم وخرجت بلاغات شبيه الفيفا ما تكلمتش خاطر مش كيف فرنسا مش كيف سي با فري هذه الغلطه اللي عاملينها في تونس خلينا نكمل لك لا مش صحيح هذه الغلطه اللي عاملين على خاطر هو مش كاش للفيفا فما فرق سي تري امبورطون صحيح الفيفا ما تتحرك الا ما انت تشكيلها هو مش كاش للفيفا دو دو بور دو ريزون الاولانيه نجم فما ناس خاطر لازم تكون عندك قوه ذهنيه كبيره باهي ولا خايب هذا كل حد يقدر انك تشكي ببلادك عند مؤسسه لبرا هذيك يزمك بتاتر هو ما عندوش القوه هذيك اثنين خاطر يعرف اذا الفيفا شكال الفيفا تتحرك وزاره الرياضه تجبد روحها تولي ثم عبيد تولي مخصر. الدوله وقتها تهبط عليه الدوله معناها الدوله كما صار للي قبله اسكاليت موت نحى هكاك اسكاليت الجمعة اللي فاتت زميلكم معز بن غربية عمل فيتير غلط الناس واضح فهمتني الرئيس الوزيرة قالت نكمل لك هذه بالضبط الوزيرة اش قالت قالت رئيس الجامعة يزم موت نحى بعدك الخوضة اللي صارت في الافريق دو سود بالفيفا بعدت العشية خرجت الوزيرة من غدوة قالت لا رانا احنا ما ندخلوش بعد 48 ساعه استقال واضح شكرا نفس الشيء صار في مصر وانجلترا 10 ثواني سرياض السي حبيب الجرامي كان هنا رئيس السابق الكناس قال انه القرار ايقاف نتاع التاس هو قرار تعليق القرار نتاع الجامعه ارجاع الشاب وانه ثم 50-50 انه التاس تحكم لفائده الجامعه سيفري معناها ثم 50-50 نظريا سيفري اما حسب ما انت قبيله قلت رابحه هذاك رايي انا
اما نظريا عنده الحق حبيب. وفي الحاله هذه شعملنا في الماتشات اللي لعبتهم الشباب تعاود كل شيء فسخ يا رسول الله ما هي ربي قدر الخير كريم بارك الله فيك شرفتنا كريم مقني كان معنا اليوم زميلنا من ديوان فام سعد باقي دمدوم الانفيتي بصراحه ما يسحقش ساعه بركه ارتيكل هبطته بزنس نيوز صراحه قريته تقريبا ثلاث مرات لاني نقرا ونتعلم وجلسة الناس هذوما والله حتى دعوه لزملاء الصحفيين راهو انك كي تسمع الناس هذوما باختلافاتهم بارام راهو مهم جدا في التكوين نتاعنا. شكرا بكي يعطيك الصحه سيري هذا تويتي رئيس اللجنه القانونيه في فريق الترجي الرياضي التونسي كريم مره اخرى طريق سلامه.